الوالد ديالي كان عنده مسائل عائليه مع العائله ديالو. جا واحد الرجل دخل بيناتنا، دخل بين الوالد والعائله ديالو. في الاخر قال له انا الامور ديالك غادي نفكها لك وما دير بحال حتى شي حاجه، فهمتيني. في الاخر قال له انا نعدل لك الوريقات ديالك ونحفظ لك الارض ديالك وغادي نعمل لك كلشي في الاسم ديالك، وراه غادي تجي واحد هذيك وغادي ادي له الارض ديالو كامله. جا الوالد قال له انا ما عنديش باش نخلص ذا الشهاده وما عندي باش نتكلف والعوا لهم في ولادي دبر راسهم مع الارض ديالهم. جا هو قال له الا ذا الارض اللي عطيتيها لولادك راه غادي يديوها لك وغادي يسيبوك برا في الزنقه. الوالد هذاك الشيء اللي قا في راسو وجات داك الشيء، الراجل كبير 84 سنه ضروري غادي يدخل له العقل البوبري. أصدق الراجل مشى كيعمل هذاك، كيعمل داك الشيء اللي كيقول له عقله، مشى عمل عقله باش نعمل عين النيابه، مشى عمل الوكاله مفوضه، فهمتني ولا؟ وجا الوالد قال له ما تعمل لي الارض هذه المحافظه وتدخل لي شي مشاكل كامل فهادشي هذا، انا كنهدي لك الدار تحوتي الكبير، هي هذه فينيا. ايوا صافي جاب العدول، عدوا المسائل في الدار، عدوا كل شيء، انا ما في راسي والو، حتى شي حاجه. انا على الوالد كيعاود هذا الشيء هذا، دابا الوالد الكبير ما بقاش كيعقل حتى شي حاجه. صدق ذاك الراجل شنو يعمل؟ قال له الحاج هذيك الارض اللي عطيتيني داخله في الحضاره وعديها الدوله وانا ما نستغلهاش وانا كذا وانا كذا شي وانا طاطاشي. قال له الوالد قال له نشوف الطرف اخر. الوالد لا النيه ديالو هذيك هي القانه ديالو، انت كتعرف 84 سنه الراجل غادي يدخل في خرج في الهضره. صدق شنو قال له؟ جاز ما تيسر جا عنده قال له هذيك الطرف الارض اللي عطيتيني الدار تحوتي كبير راه فيه 400 متر غنعملوا فيها دار العجزه من طرف امير المؤمنين الله ينصره. 400 متر وكاين تنس عليه هذا الناس كاينين شاهدين عليها معانا كانوا. الوالد صافي فرح قلبه وقال صافي هذه العجزه عجباتو، تيني ولا من عند هذاك وكذا ونتلاقاو مع شني ما علينا. صدق الوالد مي مشيت انا كنفتش كنجبر شنو كيعمل. الوالد كيهدم بنته فاطمه الجامعي طرد الارض كيكتب له هو كيقبي بشحال ب 22 مليون. انا هدرت معاهم وهدرت معاهم وقالوا لي الوالد انت كتكذب علينا وانت كتسمع هذا الشيء في القهوه، فهمتيني. شبر الوالد مشينا ودا المحافظه جبنا هذاك الشيء هو هذا، ما شبرنا لا فلوس لا يدك لا يخليك، ما شفت شي حاجه من الشيء هذا. هذه جبرناها بانه ما كاين فيها لا دار العجزه ولا الحضاره ولا حتى شي حاجه. الدهن الوالد ديالي دها له عمدا متعمدا. والاخت ديالي دابا الاخت ديالي هي اللي غتكمل لك على هذيك ديالها اللي باقا انا ما سميت غداو جان الدار عدلوا لهم الغدا. انا كنت في السوق خاي الاول اللي عدل الغدا، قالوا لهم الغدا تغداو. قالوا هذيك اللي جابوا قالوا الا عندك شي ادنى التحفيظ، قالوا الا باقي لك شي مشكله اخر سي محمد يحلوا لك. قالوا انا ما عندي حتى مشكل. قالوا الا عندك شي ادنى التحفيظ، قالوا احنا حافظتنا الدوله ديك الساعه ديك شنو نعملوا. قالوا الدوله حافظت الراس، بابا دخلنا البيت جبل الوراق نزل من قدامه. قالوا الدولة حفظت الراسة، الدولة أرى نرد لك الأرض ديالك، أرى 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 التعريف، أرى هذيك أرى هذيك. وين ديك الساعة هذيك حتى خوتي داخلين في هذيك، هذا وهذا وهذا كاملين، عدل لموا الكل غير بعدا. وين ديك الساعة هذيك قالوا رد لك الأرض ديالك، تينا راجل كبير ما تفهمش، أنت بحال الوالد ديالي، وحنا دابا ولينا عائلة وحدة. صافي أنا جاب لي الخواتم، جاب لي الجلاب، جاب لي الصبابط. مهم ديك الساعتي ما يسلم عليه قال له صافي انا ردت لك الارض ديالك، انا حفظت لك، انا عملت لك، انا صنعت. قال له عاد كتب واحد الطرف الارض عاد تعمل صداقه من بنتك، هي لا تفوبك ولادك مالا يدوا كلها مجوجين، هي لا تفوبك كتب واحد. قال له بلا والو خوتها ما يبغوش. قال له خوتها كلها الديار ديالي، انا غنجوج بها، عنده 4 ولادو، انا غنجوج بها تبقى هنا تفوبك. دابا هذاك ما سمع دانا عند العادل ديالو، هزهم القهوه عبد الرحمن تانا على نزايله تكاتبنا صافي وجدت الملكيه. قال لي يلا تحافظ. مشيت للمحافظه اش قلني لك هذه امراتي، مشيت الاثنين ثلاثه الاربعه عيط لي قال لي مشي تجمع الوراق ديالك ندير وسطه. قلت له ما نمشيش انا، يمشي بابا ولا اخر. قال لك لا يمشي بابا ولا يما. قال لي لا باباك راجل كبير، يماك مرا كبيره، انا التعريف اجا عطيته التعريف مشي سيمانه. قال لك لا عيط لي الاثنين. قال لي ندير وسطه حسي لي سنيت على الصداق جاب بنو العادل. العادل هذا تكاتب هذاك هو هذاك نفس المنظر. قال لهم انتاسي
قبل على باك يجوج، قال له يا احنا باقنا له يجوج، حنا انا ناكلو في الزنقه والماكله الزنقه تمرنا ما جبنا من دي صبنا، وحنا قابلين لبانا يجوج. قال لي شوف انت قبل على الرجل ربع الاولاد، وقلت له ياه. قال لي سنيها فين؟ سنيت بالنيه ديالي قلت الله سنيت على الصدق، وانا سنيتها. شو خوت المحافظه قالوا انت نبيعة عند طمد العنشاوي 22 مليون، قلت لهم لا. قالوا لي بيعه، قلت لهم لا. حزيت راسي مشيت جبرت راسي بصح 22 مليون، ولا انا ما جبرت لا درهم لا جوج. الدار قال عايش لحنا الدار باباك ماشي بيع، كتولوا عليها منوع البيع ساصلح. قال له ما تفكرش انا نصلح لك. تدا 56 مليون لدا، ذبحنا لا دار لا ارض، ذبحنا حتى حاجه. سمعنا على دعوه والشبر، والشبر عند البوليس وتحاضرنا. قال لهم داكشي وانا نعاود الحقيقه، قال لهم داكشي لا تقول لكم صحيح، هي درويشه وما لا تكذبش. واخا جوزنا عند البوليس، مشينا عند قاضي التحقيق، انا نعاود الحقيقه ولا يدخل يخرج. قال واش عندك لا تدخل تخرج؟ قال وانا مريض بالسكر وعندي كلوه واحده وعندي القلب وما عندي. قال واش خليت العدول هنا طنجه وما شتنا زي؟ قالوا العدول ديالي خدامين معايا. قالوا كيفاش؟ قالوا العدول ديالي. قالوا دابا نوريك. حاولنا نلقى على القاضي، قاضي يضحك علينا، قاضي يعرفوا نصاب. قالوا علاش؟ شفت الناس ما قاريين شي، ما اللي يفهموا شي، وانت تجرب. علاش كنت تجرب؟ شكون كيجري عليك؟ انا بديت لها نهضر، قلت اسمح لي الاستاذ ما عرفهاش هي شنو. قال لي وسامح هذا الهضره سمعنا وسمعنا. انت بديت تعرف المحكمه، بديت تعرف المحافظه، واش غنقول انا القاضي من يقول القاضي هيدا؟ القاضي يضحك عليا، شافني انا ما قرياشي، شباب راجل كبير. قال له ما يدبرت له الشاري، هو خصو يتكاتم مع الشاري وتعطيه فلوسه. اش اللي قال القاضي؟ هو صافي حكمه بالليل، قال السيد حكمات على البراءه وخرج. دعيته مشيت للرباط، مشيت ومشيت ومشيت ثلاثه الرمل، الثالثه ردوا لي الوراق نعملها في السيناف ونعاود دعوه من هنا، ما ساعدونيش. صيفط للقاضي ومشيت لعندو، شاف الوراق ديال الرباط قبل ما يشوفها من المحامي. عندو عاودت له الحقيقه، انا وبابا، انا وخال الكبير وبابا، عاودت له الحقيقه. قال لي صافي مشي بحال الدار ديالك هما جلس. قلت له شو؟ قال لي انا نعمل الشغل ديالي. قلت له شوف الاستاذ حنا حضرنا، قلت له يا المحامي حكمت في الصالح ديالو وجبد من المداوله وردان البحث. دابا راه حنا حضرنا عند القاضي البحث في نهار ثلاثة في شهر جوج، وأجلوها شهر ثلاثة. وفي شهر ثلاثة القاضي قال للمحامي ديالنا، قالوا انتينا لا تنوب على فلان وفلانة. قالوا نعم ياه. قالوا لا طعام بالزور. قالوا نعم ياه. المحامي ديال النصاب قالوا خصك تجيب لي الوراق الأصليين، أجلوها شهر أربعة، جيب لي الوراق أصليين بين صداقة والبيع، أجلوها شهر أربعة. المحامي ديالنا هو في السرسور، حنا هولنا في الدروج. جبرنا النصاب اعطى الفلوس للمحامي ديالو، تنا في شهر ربع نداها علينا المحامي، قلنا ما نداهش صافي. انا ملي رجعت للرباط ردوا لي ديك الورقه نعاودها، قلت لك شاف القاضي قبل المحامي، باش ما يقال لي القاضي شاف القاضي قبل المحامي. قال لي القاضي مشي للدار ديالهم، قلت له الاستاذ. قال لي انا نعمل شغلي، قلت له الاستاذ هو اللي يعطي الفلوس. قال لي واخا يعطي، قلت له حنا عشني عشني راه اللي يعطي الفلوس. قال لي واخا يعطي يعطي صافي. مشيت جينا بحالنا للدار جلسنا، ملي جينا للدار جلسنا تجاني الحكم، ملي جاني الحكم قال لك ولا عيط لي اللي يقول لي مشي عند المحامي ديالك راه عاود لك الدعوه من الاول، هو يكذب عليا. جينا للدار جلسنا تجاني الحكم، ملي جاني الحكم مشيت لعندو قال لك المحكمه ما ساعدتهمش. هزيت راسي هزيت ديك الحكم ومشيت للرباط، عملت شكايه اخرى، عملت شكايه اخرى. عاي مشيت في شهر 11 شهر 12 عيطوا على الجدرميه، جاو الجدرميه حتى نضر عملوا لي القرار ديالي، حتى نضر مشيت في شهر 11 شهر 12 جاو الجدرميه حتى نضر عملوا القرار ديالي. وين دابا ساعه ونص معاي وساعه ونص مع دابا كم حساب هو هذا؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.